احلى شيء بالموسيقى انك بتطور انت بتغنى لما انت كمؤلف موسيقي، لما بتاخذ شغلات معينه من الحضارات اللي بتزورها بتزيد هذا رصيدك الفني، انت بتكبر بهالامور. ما بتصور كيف واحد ممكن يقول لك انه لا هو بيلاقي حاله لما يروح يفجر حاله ويقتل الناس، لا عندك مثلا زي لولك بتضرب على الوتر الحساس، لا بيجوا على الفن بيرقوا بنفسهم. شو حلو انه مؤسسة زي لويك عم تزرع بذور الفن والأدب الرسالة السامية، هي رسالة الإنسانية كلها. انبسطت بشكل كتير كبير بهالبلد الطيب، هالشعب الطيب اللي استقبلني بكل محبة، بجد كتير حبيتها الكويت وأهل الكويت، وإن شاء الله هي أول مرة بس أكيد مش آخر مرة.